أطلقت جمعيات محلية بالبويرة حملة للتبرع بالدم بعد النقص الذي عرفه بنك الدم بمستشفى الولاية. المبادرة لقيت استحسان المواطنين الذين اعتبروها ترسيخ ثقافة التبرع الدوري بالدم. قال يديك موسيقى اللي بلي كتبرع ملي حد متاعك تعاود ومنها تعاود ثاني المرضى كاين. أول مرة نجي نتبرع بالدم هنايا، هي مبادرة مليحة لأنه قطرة دم تساوي حياة. ماذا بيا ناس كامل تشجع هذه المبادرة، ناس كامل تجي تمد الدم تاعها، بالك تقدر تنقذ حياة إنسان ولا. تبرع بالدم يعني حاجة ما شاء الله، في كل قطرة تاع دم الإنسان يمدها لخوته إن شاء الله راح ينقذ بها نفس، وهذه ربي سبحانه قال لك من أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا.